الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. التقاعد، هناك سن محدد في قانون كثير من الدول يخرج هذا الإنسان من الوظيفة أو الشركة وما أشبه ذلك، يقال هذا سن التقاعد. سؤال، هل عندنا في الإسلام قانون اسمه قانون التقاعد؟ لا يوجد. الإسلام يقول وقل اعملوا، ولم يقل وقل اعملوا إلى مرحلة التقاعد. ما عندنا تقاعد، ليس في الإسلام هناك مفهوم لكلمة التقاعد، وإنما على الإنسان أن يعمل بكل ما يملك من طاقة وإمكانية حتى لو وصل عمره إلى 90 أو 100 سنة. تقاعد ما عندنا. نعم، أنت تعمل في وظيفة أو في شركة، هناك سن أصبحت متقاعدا، نعم خذ راتب التقاعد، ولكن وظف هذا الراتب للعمل، لا تجلس في البيت. وللطافة أقول أن الزوجة والمرأة تكره وجود الرجل في البيت معها دائما، الزوجة لا تريد للرجل أن يكون دائما موجود في البيت، تريده أكثر الأحيان يكون خارج البيت، لأن داخل البيت وظيفة المرأة وخارج البيت وظيفة الرجل. فليس هناك مفهوم تقاعد، هناك علامة في التقاعد. نعم لكن لك أفتح لك دكانا، محلا، شركة، شراكة، المهم أن لا تجلس في البيت أو تجلس في المقاهي والحدائق أبدا. عليه الإنسان بدل ما كان يعمل 10 ساعات أو 12 ساعة يعمل 6 ساعات، لا يتمكن 4 ساعات، لا يتمكن 2 ساعات، المهم أن يعمل. ما عندنا قاعدة أو قانون يسمى التقاعد. أما في المفهوم الإسلامي والعاملين والمؤمنين ورجال الدين وأصحاب الحسينيات وأصحاب المؤسسات والمساجد والمراكز الإسلامية، أصلاً ما في تقاعد عندنا. العمل ليل ونهار، على الإنسان أن يعمل ليلاً ونهاراً، ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذن على الإنسان أن يعمل ليلاً ونهاراً ويحذف من قاموسه التقاعد ويقول لا للتقاعد، نعم للعمل. وحياكم الله.